عطاؤنا بهمة وبذلنا مسدد، وخيرنا لغيرنا جسد ولا يحدد. نعطي وذا عطاؤنا لكل من يوحد ومن يامين الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تفعلين؟ أنا أرسم بيتان. إذا ما نقصت البيتان تعال وانرس يا زكريا، سأحكي لكم يا أصدقائي عن هذه القصة. كان هناك صديقان يا ملان في نفس المكان، وكان اسمهما الأستاذ يوسف والأستاذ فعل. كان يحلمان بأن يشتريا أرض، وجمعوا الكثير من المال واشتريا أرضين. الأستاذ فعل بنى بيته من ثلاث طوابق، وكان يسكن في الطابق الأول الأستاذ فعل ومعه أولاده ماضي ومضارع وأمل. أما الطابق الثاني فسكن فاعل، وأما الطابق فاعل وأما الطابق الثالث لا توصد بهمة وبذلنا مسدد. السلام عليكم يا أختي علياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تفعلين؟ أتعرف على الجملة الاسمية. وما هي الجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية هي تبدأ باسم مثل مريم تأكل الفواكه. مريم اسم تأكل، فعل الفواكه مفعولا به. جميل. مثل المثال مريم الاسم تأكل، فعل الفواكه مفعول به. هل أكتب جملة اسمية؟ نعم يمكن. حسنا. هنا شباب واعد ومصحف ومسجد، عطاؤنا من الذي نعمائه لا تنفذ.